بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم، وبتمنى أن احنا نكون استفدنا من حلقة الأمس اللي ألقاها على ما سمع حضراتكم أخونا المهندس أحمد مناع، رجل محترم يعني واستشاري زراعي كويس، اشتغل في السعودية وحاليا بيعمل في مصر يعني، وخبرته محترمة يعني. وبنتمنى لو اي واحد عنده اي حاجة عايز ينشرها تليق بالمستمع ما عندناش مشكلة يبعتها وبننشرها باسمه، ما عندناش اي مشكل خالص. المهم النهاردة بنتكلم عن السبب في اصفرار ثمار الخيار. الثمرة دي طبعا اخونا اللي بيشرح ده هو بإسماعيلية، وبيقول ان هي تجربة بالنسبة له جديدة يعني. فإيه السبب الإصفرار اللي حاصل في الثمرة ده؟ أولا الإصفرار اللي في الثمرة دي بيرجع لأن الراجل ما قلمش كويس، يعني قد يرجع لأن الراجل ما قلمش كويس، التقليم عنده مش مظبوط تمام. ولما التقليم ما بيبقاش مظبوط أو إن هو ما رباش تربية صح، فالنمو المجموع الخضري بيزيد. لما المجموع الخضري بيزيد إذن فالثمار عادي برضو يعني عايزة إضاءة زيها زي الأوراق بالظبط، فلما بتلاقيش إضاءة كافية فأداله المنظر اللي حضراتكم شايفينه كده، لأن زي ما أنت شايف ده مش مرض ولا أي حاجة خالص ولا نقص عناصر، لأن زي ما أنت شايف بص لي الأوراق، الأوراق كويسة جدا ما فيهاش أي مشكلة خالص، ولكن هي المشكلة الوحيدة إن أنا حتى لما حققت معاه في الكلام فقال لي ان انا ما قلمتش، وفعلا المجموع الخضري زايد عنده وقد يكون مظلل كمان، فالاضاءة بالنسبة له بتكون ضعيفة او بتكون تحت خالص تمام، تحت خالص، او الافرع اللي طالع منها الثمار دي بتكون رفيعة فبتديني الثمرة الغير مطابقة للمواصفات. هي تتباع وكل حاجة وما فيهاش مشكلة، ولكن يعني في كتير من التجار اللي عايزين اللون ما بيبصوش للثمرة دهيت او ما بياخدوهاش تمام، قد يكون يعني عندنا لو عندنا نسبة عالية من العنكبوت الاحمر، وطبعا ده مش فيها بصراحة، ده مش فيها، او لو عندنا كمية عالية من العنكبوت الاحمر ومؤثر على الاوراق والثمار بطولها الشمس برضو بكمية كبيرة، او حتى العناكب اشتغلت على الثمرة نفسها فبتديني المنظر الابيض اللي انت شايفه ده هوت، او اللي هو الاصفر اللي يميل للبياض ده تمام. قد يكون الزيادة في عملية الري، الزيادة في عملية الري بس ما بتنعكس على الثمار وبس، زيادة الري بتنعكس على الثمار وعلى الاوراق ايضا تمام. وقد يكون عنده برضو وارد من ال من ضمن الأسباب يعني إن يكون فيه نقص للعناصر، خصوصا لو فيه النيتروجين قليل، المغنيسيوم، الحديد، الثلاثة لو فيهم نقص ممكن يؤدوا لأن الثمرة تكون بيضة، وبرضو بينعكس على الأوراق. ولكن بالنسبة للحالة دي، الحالة دي إن هو التظليل والري عنده زايد فابتدى يديله المنظر ده هو تمام. قد يكون برضو زي ما قلنا ان الري زايد، الري زيادة عنده فمديله المنظر رهون تمام. كل الحاجات اللي احنا ذكرناها دهيت بتأدي لان الثمرة تكون بالمنظر رهون. والحالة الاخيرة ان قد يكون الصنف نفسه، وطبعا ده مش بسبب الصنف، قد يكون الصنف نفسه بيدي اللون الأبيض الفاتح. احنا بنشوف بعض الأصناف الأوروبية بالذات بتلاقي اللون بتاعها يعني واصل لأنه هو أزرق بطريقة غريبة شوية، وفي أصناف بيبقى اللون بتاعها إلى حد ما فاتح، ولكن في أصناف بيبقى بسبب الصنف أو دي صفة وراثية في الصنف، بتلاقي ان الخيار عنده تلاقي لونه ازرق جامد او تلاقيه اصفر فاتح. في برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن تحصل منها الحالة دي، ولكن في الجمعة الاولى بتلاقي زي ما حضرتك شايف كده
قد يكون الاصفرار دهوت بسبب الجزء دهوت ملامس للأرض، والأرض بتكون فيها رطوبة شوية فبتدي له اللون الأصفر في جنب، والجنب التاني يعني ما بيكونش فيه أصفر ولا حاجة بيكون كويس. في دي الاحتمالات اللي قلتها لحضراتكم دي كلها وردة، نعيدها بسرعة تاني: قد يكون بسبب الري الزايد، الإسراف في الري، قد يكون بسبب نقص في العناصر المغنيسيوم والنيتروجين والحديد أو العناصر الصغرى عموما، هتدي له الصنف الأصفر اللون الأصفر دهوت، ولكن كله هينعكس برضو على الأوراق كمان هتلاقيها بالشكل ده. قد يكون الصنف نفسه، ولكن برضو الصنف نفسه مش هيدي له المنظر ده، بس هيدي له يعني خيار فتح شوية بس ملوش بدرجة الفتحان اللي هو في الثمرة اللي هو ماسكها. قد يكون عنده زي ما قلنا يكون عنده مشكلة في العنكبوت الأحمر، وقد يكون التظليل عالي عنده، ودي الحالة اللي هي عنده التظليل عالي مع زيادة الري، مع ان هو ما ألمش كويس تحت، فبالتالي الخيار بيطلع من المنظر له. قد يكون الجمع في الجمعة الأولى، وقد يكون الخيار ده هو ملامس، أو الجزء الأبيض اللي فيه أو الجنب الأبيض اللي فيه قد يكون ملامس قد يكون ملامس للتربة، قد يكون ملامس للتربة. دي من الحالات اللي ممكن يحصل فيها اصفرار بالنسبة لثمار الخيار. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.